القائمة أرجوك يجي واحد يقول وضع علي بن أبي طالب في قبره وهو لا يعرف من كتاب الله آية. ويجي الذهبي في ميزان الاعتدال يقول نهج البلاغة كل ركة كلام ركيك. يا أخي غريب والله غريب. يعني ما أقدر أقول غريب، لا، لأن الدنيا غالبا هكذا، الدنيا غالبا هكذا، بس تبقى أعين النقاد وعين الحقيقة ويبقى الواقع إلى أهله، وتبقى الحقائق مكانها في النفوس الكبيرة. فهنا الإنسان يظلم، لكن القرآن يقول اليوم فاليوم لا تظلم نفس. أنت هناك عندنا ما تظلمون، نبه لي، إذا كان بالدنيا تظلمون هناك ما تظلمون.